اهلا وسهلا فيكم في الدرس السادس، كيف تصمم جزيرة على برنامج انريل انجن 5. في هذا الدرس حنتعلم على النانايت، كيف نضيف مجسمات حقيقية على الجزيرة تبعيتنا. خلينا نبدأ بدون ما نضيع وقت. ندخل اول شيء على ويندو فوق هون، بعدين ندخل على كويكسل بريدج. في الكويكسل هاي مواد طبيعية تم تصويرها بالكاميرا على ارض الواقع، وبامكانك تستخدمها جوا اللعبة. ندخل على 3D assets، الأشكال 3D، المواد 3D، بعدين نفوت على نيتشر، الأشياء الطبيعية. الآن في عندنا كتير أشياء، خلينا نختار الروك، الحجارة، بعدين نختار الكليف اللي هي المنحدرات. الآن لاحظ أنت في عندنا هون مجموعة منحدرات، لو نزلنا لتحت لاحظ أنا هدول المواد الأربعة نزلتهم. بدي أعطيك معلومة مهمة جدا جدا، كل مادة من هاي المواد بتكلفك 1 جيجا بايت على الكارد ديسك عندك. انا علشان اسوي هذا الفيديو نزلت عندي 20 اسيت كلفتني 40 جيجا بايت، 20 على الهارد ديسك و20 على اللعبة نفسها. طيب خليني اورجيك مثال. الان تختار انت هاي المادة، بحط لك الصورة فوق على اليمين. الان خلينا نصغر هاي شوي. لاحظ انت لما اخترت الصورة مكتوب هون نانايت، لاحظ low quality, medium quality, high quality, nanite. تضغط على nanite بعدين تضغط download. تضغط download تنزل عندك على ملفات الداونلود، تدخل خلينا ندخل right click, go to file. لاحظ هاي الملفات اللي هي الاسيتس اللي انا نزلتها. خلينا ناخذ نظرة، لو ضغطنا right click properties لاحظ 27 جيجا بايت بس هدول نازلين على ملفات برنامج انريل انجن مش على اللعبة. لما انت بدك تضيفهم على اللعبة بدك كمان 27 جيجا بايت ثانيين. تمام، هذا معلومة مهمة جدا انك تعرفها. طيب الان خلينا نضيف، بدي اضيف الحجر هاد على المشروع عندي، بضغط اد، تم اضافة الحجر. طيب خليني ارجع الان على شاشة اللعبة، بدي اضيفها جوا اللعبة جوا الشاشة. نفتح الكونتنت براوزر جوا الميجا سكان اسيتس. الان كل ملف في جواته المواد تبعيته، لو انا بدي اشوفهم كلهم مره واحده بكل بساطه بحدد 3D اسيتس، بكتب هون مش، بدي طلع المشز تبعيتي. هاي المش اللي انا موجوده عندي اللي انا محملتها، بكل بساطه بتكبس عليها وبتسحبها جوا اللعبه، بصير عندك مجسم 100% شكله طبيعي. شايف كيف؟ بكل بساطة. طبعا انا عندي هون بقول لك تكستشر ستريمينج بول، من كثر ما انا مشغل برامج واشياء وكرت الشاشة انا مضعفه عشان اسجل الفيديو هاد. طيب خلينا الان انا بدي مثلا استفيد من هاي المادة. طبعا انا في الفيديو الجاي، الفيديو اللي بعد هاد، حبدأ اجهز الموضوع، حبدأ اعرض. طيب خلينا نفوت نكبر هاي زي هيك، نلفها، نرجعها لورا، نجيبها هون هيك، تمام، ننزلها شوي لتحت، نلفها هيك. طيب ننزلها شوي لمن هون هيك، نطلعها لبرا تقريبا زي هيك، هسه بنظبطها. تمام، طيب بدي اضغط الت واخذ نسخة عنها تانية وارجعها لي، وارجعها لهون. هالمرة هاي بدي ألفها بالمقلوب بالعكس، وبدي ألفها زي هيك، وألفها من هون هيك، وأجيبها زي هيك لهون، بعدين أسحبها لبرا. تمام، خليني أكملها. الآن خلينا نسوي بلاي، صارت جزء من الجدار او من الكليف تبعنا اللي فوق، صار عندنا مواد طبيعية حقيقية جوا اللعبة تبعتنا. طلع انت الارضية عندي فيها مشكلة لانه انا لسه بقول لي قاعد انه بستخدم كتير من الميموري، بس مش مشكلة، كل هذا بتصلح لما انا اطفي الكاميرا والتسجيل وكل اشي بقدر اصلحه. حتى بامكاني اني اشغل ارفع للتيربو، اشغل كرت الشاشة تنحل المشاكل كلها، بس رح يطلع عندي كتير تغير. خلينا نشوف الان اشتغلت، لسه ما اشتغلت، مش مشكلة. الآن بترفع أنت كرت الشاشة تبعك كل أمورك تنحل، المواضيع بسيطة. طيب
الآن خلينا نأخذ كمان مادة ثانية، نشوف مثلا هذا الحجر. أوكي ندخل شوية جوا، ننزله تحت، نطفي المراوح. تمام، ألف هاي هيك شوي، أدخلها لهون. تمام، خلينا نجرب الآن. ممتاز جدا، المواد هاي صار عندنا زي جبل حقيقي جوا اللعبة. طبعا بدي أعطيك ملاحظة إنه هذه الأحجار ما عليها كوليجن، يعني بفوت جواتها عادي، بقدر أمر من جواتها، لسه أنا ما أضفت عليها الكوليجن تبعها. الآن أنا شو بعمل؟ في الفيديو الجاي حبدأ أركب الأحجار هاي على كل المشروع تبعنا، وحنطلع المشروع بشكل جميل، ونبدأ نستخدم المواد الثانية. أنا نزلت مجموعة مواد، خليني أعطيك نظرة على المواد اللي أنا نزلتها. ننزل لتحت، نفوت على الفيفوريت اللي أنا ضفتهم. لاحظ أنا نزلت كل المواد هاي للمشروع تبعنا. طبعا أنت عشان تنزل كل هاي المواد، أنت ممكن تفوت عادي، بدك الستيرز، بدك الفنسز، بتفوت بكل بساطة على هوم 3D assets. خلينا نفوت مثلا هيستوريكال، في عندنا الدرج هون، اختار الدرج اللي بيعجبك. في عندك سكاكين، في عندك الفنس هون اللي انا ضفته. فانت بتختار الاشياء اللي بدك تضيفها جوا العالم تبعك، وبتقدر تختار الكم اللي بدك اياه. بس بدك تنتبه انه النانايت راح يكلفك ميموري ضخمه جدا في الكمبيوتر. بهذا بكون هذا انتهى الفيديو. في الفيديو ان شاء الله، في الفيديو الجاي حبدأ أركب المواد، وحسب يمكن الفيديو قدر الإمكان حطلع المنظر الجزيرة يكون جميل جدا. يلا في أمان الله، بشوفكم في الفيديو اللي بعده. مع السلامة.